هو بيحصل ايه يا دكتور ايمن للجسم اثناء النوم؟ ده سؤال مهم جدا، لان احنا دايما البني ادم بيتكلم على انا عندي شغل كذا، انا عندي مشاوير كذا، انا ورايا كذا الصبح، وكأن اليوم بيخلص ساعتها في الشغل. الجسم البني ادم معقد جدا، وربنا خلق الجسم في تناغم مع الكون، مع الكون كله. بمعنى ان احنا لما بنصحى الصبح عند الفجر الجسم بيفرز مواد هرمونات ومواد كيماويه تصحصح البني ادم وتجهزه انه يبقى في افضل حالته، تخلي كل خلايا الجسم في افضل حالتها، قمه النشاط الذهني والعضوي والعضلي والنفسي والعاطفي، عشان يقوم بمهامه اثناء النهار. المواد الهرمونيه والكيماويه دي تدريجيا على مدى اخر اليوم بتقل خالص. بالليل اللي الناس كلها تقول انا تعبت هخش انام، النوم له وظيفه قمه الاهميه. لما الدنيا بتضلم المخ بيفرز مواد كيماويه وهرمونات لها دور قمه الاهميه. ايه هو الدور ده؟ اثناء النهار مع الشغل والعمل، سواء الجهد المجهود الذهني العضلي، في خلايا في الجسم في كل اعضاء الجسم بتموت. الخلايا اللي بتموت دي بتفرز مواد سامه. لما بنيجي ننام بالليل في هرمونات ومواد كيماويه اخرى شغلتها تنظيف وازاله المواد السامه دي، وبالتالي يبقى الجسم تاني يوم مؤهل انه يشتغل في افضل حالاته. انا بشبهها دايما مع، انا بتكلم في الحكايه دي كتير قوي مع المرضى عندي في العياده، بشبهها بحاجه بسيطه جدا. حضرتك لما الواحد بيخش فرح تلاقي القاعه متزوقه والنجف والورد والترابيزات والاطباق والشوك والسكاكين والفاكهه والذي منه، اخر الفرح واحنا خارجين نبص على القاعه دي اطباق وسخه وكوبايات مدلوقه والدنيا بايظه خالص. دور النوم ان هو زي اللي بيجوا ينظفوا القاعه ويجهزوها لتاني يوم. فالواحد عشان يبقى مؤهل للعمل تاني يوم لازم التنظيف اللي بيتم بالليل.